Problem 40, a small combination lock has three wheels, each labeled with the 10 digits from 0 to 9. How many three-digit combinations are possible? If no digit is repeated, if digits can be repeated, if successive digits must be different. البارت الأول بيقول no digit is repeated. اللي اخترناه ما نختارهوش تاني. يبقى number of combination هيساوي أول digit هيكون عندنا 10 choices، تاني digit اللي اخترناه مش هنختاره تاني يبقى 9 choices، الثيرد ديجيت يبقى عندنا 8 choices، يبقى 720 combinations. في البارت بي بيقول digits can be repeated، يعني كل مرة اقدر اختار من ال 10 digits. يبقى لما اجي اختار اول ديجيت هيكون عندي 10 choices، وتاني ديجيت هيكون عندي 10 choices، وثالث ديجيت 10 choices، وبالتالي 1000 combination. بيقول successive digits must be different، اللي جنب بعض المفروض يكونوا مختلفين. البعاد عن بعض عادي ممكن يكونوا متشابهين. فالنمبر اوف كومباينيشن اول مره ما اخترناش حاجه فالتين تشويسز كاملين، تاني ديجيت السابق ما اقدرش اختاره يبقى عندي 9 تشويسز، ثالث ديجيت اللي السابق فقط ما اقدرش اختاره ولكن اللي قبل اقدر اختاره، وبالتالي عندي 9 choices، التوتال 810 choices.